لما في كوليرا وفي شلل اطفال، الجامعه العربيه هنا دورها ايه؟ مش ممكن تعمل جسر علاجي؟ اليس هذا احد الاهداف؟ لو عندك الموارد. يعني ايه يا حمدي؟ الدول العربيه ما بتسددش مساهمتها السنويه في المواعيد، بما يؤدي الى ان ميزانيه الجامعه العربيه تقوم باداء عملها. بعض الناس تكتب اين الجامعه العربيه هنا ولماذا لم تفعل هناك، وحقيقه الامر ان انا موجود بعناية وباذاني وبصوتي، لكن ما عنديش الفاعليه لانه ما فيش الامكانيات الماديه. انت عارف انه العالم العربي ناتجه القومي ناتجه الجماعي يصل ما بين تريليون و700 مليار الى 2 مليار و200 2 تريليون و200 مليار، يعني بالاف المليارات، الاف المليارات. ميزانيه الجامعه 60 مليون غير قادره، 60 مليون دولار في سنويا، غير قادره على انها تقوم ببرنامج انساني. والدول العربيه وحقها تفضل ان تقوم ببرامج انسانيه تحت علمها، ويقومون وده جيد، بيقومون بجهد رائع. يعني انا رحت مخيم، في مخيم للاجئين السوريين في الاردن، فلقيت انه المملكة العربية السعودية مدية بيوت متنقلة وتسهيلات ل70 او 75 الف سوري موجودين في المخيم. المستشفى كلها قايمة على التمويلات السعودية، التمويل السعودي. رحت ل مدرسة في لبنان فيها أطفال سوريين وعراقيين، لقيت تمويل سعودي وقطري، والأطفال بتاكل وجبة وبتاخد شنط و